في ناس تخش مود الشغل وهي فاكرة ان الشغل هو الشغل بس، مش عارفة ان مثلا ايه انت لازم تبقى ايه تبع ده او تبع ده او ترضي بالشكل الفلاني او تعمل كده. هنسميها الكوميونيكيشن سكيلز يعني، او الباد كوميونيكيشن اللي هو يعني الظروف السيئة للعمل يعني. تعليقي، شوف حضرتك، الشغل ومجال الشغل محتاج شخصية شغالة طول الوقت على نفسها حقيقي، وشغالة على تطوير ذاتها. ومن أهم المهارات في تطوير الذات علشان أقدر أوصل، مهارة التواصل مع الآخرين مهمة جدا، لأن بيئة العمل فيها صراعات. فإزاي أقدر أني أنا أتجنب هذه الصراعات عشان أقدر أوصل لهدفي وأقدر أنجح؟ يعني إيه؟ يعني في بيئات للأسف، يعني يوجد بعض البيئات في العمل بتبقى قائمة على الدوافع التنافسية العالية، بيوجد فيها غيرة، فده يقلل من كفاءة العمل على فكرة، يخليك مشتت عن أداء المهام، عن إن أنت توصل لهدفك. فدايما أقول يا جماعة، أنت قدامك هدف، لا تبص يمين ولا تبص شمال، بص لهدفك بس. لا تبص مين سبقك، ما تبصش عليه، ولا تبص مين اتأخر عنك. حلو قوي. تمشي في هدفك على طول. خلي عندك، وعشان تقدر توصل له، تقدر توصل لهدفك، ضروري جدا تكون انسان عندك التزام تجاه نفسك اولا. يعني الالتزام مش تجاه الاخرين اولا، لا، الالتزام تجاه نفسك اولا، ده اول حاجه، ودي اهم حاجه في المسؤوليه. يعني الف ب مسؤوليه هي التزامك تجاه ذاتك. يعني بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك، انا ملتزمه ان انا اعمل كذا، انا ملتزمه ان انا الساعه الفلانيه ابقى كذا، انا ده التزامي قدام نفسي انا، مش قدام المؤسسة أو قدام مديري أو قدام بابا أو قدام ماما حتى، أو لا. فالتزامك تجاه نفسك أولا، وبعد كده المثابرة. ليه؟ لأن أحيانا الهدف قدامك وتلاقي نفسك في الأول متحمس قوي قوي، بعد كده تهدى تخفت.